أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء العرادة على أهمية تعزيز التماسك والتلاحم الاجتماعي والتعاون والصمود في وجه التحديات والحفاظ على أمن واستقرار الوطن وحماية المكتسبات، جاء ذلك في لقاء قبلي موسع ضم مشايخ وأعيان قبائل وادي عبيدة بحضور رئيسية الأركان العامة الفريق ركن صغير بن عزيز وقائد المنطقة العسكرية الثالثة ومدير شرطة المحافظة وخلال اللقاء شار العرادة إلى وجود تخادم وتعاون بين ميليشيا الحوثي وعناصر التخريب والإرهاب لزعزعة الأمن والاستقرار واستهداف البنى التحتية والمنشآت الاقتصادية والحيوية التي هي ملك الشعب اليمني داعيا الجميع إلى اليقظة والتكاثف لمواجهة المخططات التخريبية والإرهابية والتصدي لقوى الشر التي تسعى للتدمير وتقويض السلم الاجتماعي بالمحافظة